الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي في الله من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه الدعاء عبادة غاية في الأهمية يغفل عنها كثير من المسلمين حتى لا يظنون أنها من العبادات ولكي نقرب الصورة استمعوا معي إلى الحديث الشريف الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وتأملوا هنا كيف وضع الله جل وعلا الدعاء في مقابل العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وليس عن دعائي فكأن الدعاء هو العبادة وهناك رواية أخرى للحديث وإن كانت ضعيفة لكنها توضح المعنى أكثر قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أساس العبادة أصل العبادة وهذا التقابل العجيب وضع الدعاء في مقابل العبادة ليس في هذه الآية فحسب بل في كثير من المواضع في كتاب الله جل وعلا في قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الدعاء هو العبادة لا يستطيع إنسان أن يكون عابداً لله حقاً وهو لا يدعو الله جل وعلا حق الدعاء
لا يكون عبدا لله طوعا وحقا. الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وفي موضع آخر: ولا تدع مع الله إلها آخر. وذم المشركين الذين يعبدون من دون الله جل وعلا فقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا الأمر في غاية الأهمية، ولا بد لكل مسلم من أن يدركه حتى تتضح قيمة الدعاء الحقيقية عنده. الدعاء هو أصل العبادة، الدعاء الحقيقي هو نتيجة حتمية للتوحيد الصحيح لله جل وعلا، نتيجة حتمية للعقيدة السليمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها. لا ينفك عن العباد، لا ينفك عن العبادة، ولا ينفك عن العقيدة، ولا ينفك عن التوحيد. الدعاء أصل وأساس وعلامة على صحة العلاقة، على صحة العلاقة مع الله جل وعلا، وعلامة على قوة الإيمان. واستمرار الإنسان المسلم في التعبد إلى الله جل وعلا بالدعاء يحمي عقيدته ويقوي إيمانه. كلنا نعلم أن أقوى دعاء هو دعاء المضطر. الله جل وعلا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، حتى ولو كان هذا المضطر مشركا. فما هو السبب الذي يعطي تلك القوة لدعاء المضطر؟ السبب هو صدق الدعاء، صدق المضطر مع الله جل وعلا، وإخلاصه في توحيده لله جل وعلا حتى لو كان مشركا قبل الدعاء، وصدق التعلق بالله جل وعلا، وترك التعلق بكل ما سوى الله وبكل من سوى الله. من هنا تأتي قوة دعاء المضطر. ونفهم هذا من الآية الأخرى التي يقول فيها الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. في الآية الأخرى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. انقطع تعلقهم بكل شيء في هذه الدنيا، في هذه الحالة دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. فلما أنجاهم، هؤلاء قوم مشركون ولكنهم دعوا الله مخلصين له الدين متعلقين به وحده لا شريك له. فمن هنا أتت قوة الدعاء. ولهذا يقال أن، ولهذا نقول أن الدعاء هو أصل العبادة وعلامة صدق الإيمان بالله جل وعلا. فمن منا عندما يدعو الله جل وعلا يكون مستحضرا لكل هذه الأشياء، يكون مستحضرا لصدق توحيد الله جل وعلا وصدق التعلق بالله جل وعلا. وكم منا من يدعو الله جل وعلا ليخلصه من مأزق، أو يطلب من الله جل وعلا شيئا وهو في ذهنه بينما يدعو يفكر في وسائل وفي طرق مادية لتحقيق مطلوبه أو لدفع ما يخاف منه، ثم نتساءل بعد ذلك لماذا لا يستجاب دعاؤنا. فينبغي أن ندرك حقيقة الدعاء. للأسف كثير من المسلمين لا يعلمون ذلك عن الدعاء. ولو سئل أغلب المسلمين، لو سألهم سائل ما الذي يمثله الدعاء بالنسبة لك، لقال: الدعاء هو وسيلة لتحقيق المطلوب ولدفع المرهوب، دفع ولدفع شيء لا أحبه. وهذا وإن كان فيه جزء من الحقيقة إلا أنه في غاية الخطورة، لأنه حقيقة مجتزأة. وللأسف هذا ما نعلمه لأبنائنا، ويفتح بابا عظيما للشيطان ليتلاعب بالإنسان وليفسد عليه علاقته بالله، بل وربما قاده إلى الإلحاد. يدخل الشيطان فيقول الإنسان: أنت تدعو وتدعو ولن يستجب لك، فيتوقف الإنسان عن الدعاء. وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنها عبادة أمرنا بها كالصلاة والصيام. لا يمكن الإنسان أن، الحمد لله، أن يتوقف عن الدعاء، لا يستطيع الإنسان ذلك المسلم. أو يدفع الشيطان الإنسان إلى أن يكون دعاءه من قبيل العادة لا روح فيه ولا خير فيه، مجرد كلمات يقولها لا يدري ما يقول ولا وجود لقلبه في دعائه.
أو يقوده للإلحاد، وخصوصا إذا كان في بيئة ملوثة، هناك ضغوطات، أنت تدعو ربك، فإذا كان موجودا فلماذا لا يستجيب لك؟ وأنا سمعت هذا من كثير من الناس، من كبار ومن صغار، يقودوا إلى الإلحاد. حتى أن بعض الناس للأسف يستعمل الدعاء كوسيلة لاختبار وجود الخالق، يعني أنا سأدعو، إذا كنت موجودا ستحقق ما طلبته، ستعطيني العلامة التي أريدها، وإن لم تعطيني العلامة فأنا كده عملت اللي علي والله ليس موجودا. وأنا سمعت هذا بأذني من أكثر من شخص، من كبار ومن صغار، وهذا من مداخل الشيطان التي لم تكن لتوجد لولا سوء التصور وسوء الفهم حول موضوع الدعاء، حول مفهوم الدعاء وحول مفهوم الاستجابة. ولذلك وفيما تبقى من وقت نتكلم باختصار شديد عن بعض المفاهيم التي ينبغي أن نوقن بها، أن نتعلمها ونوقن بها وأن نعلمها أبناءنا فيما يتعلق بالدعاء وفيما يتعلق بالاستجابة. أما ما يتعلق بالدعاء، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تامة لا آفة به، والساعد قويا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. يضرب مثلا رائعا في موضوع الدعاء، الدعاء كالسلاح، هناك سلاح ليصاب به هدف ما، حتى تتحقق تلك الإصابة ويقوم السلاح بدوره لابد من أن يكون السلاح في نفسه سليما، سلاح غير معطوب، سلاح سليم جيد يمكن استعماله، ولا بد أن يكون الذي يحمل السلاح قادرا على استعماله استعمالا صحيحا، قادرا على حمله وعلى استعماله، ولا بد ألا تكون هناك موانع تمنع من أن يصيب السلاح هدفه. إذا تخلف واحد من تلك الشروط الثلاثة لا يعمل السلاح عملا، لا يكون لك أثر. لو كان السلاح سليما جيدا ولكن الذي يحمل السلاح شخص ضعيف ولا يجيد استعمال السلاح، ما قيمة السلاح؟ لا قيمة له. طب لو كان شخصا قويا يجيد استعمال السلاح ولكن السلاح خرب، لن يحصل الأثر. طب لو كان الشخص قويا قادرا على استعمال السلاح وكان السلاح سليما من العيوب ولكن هناك مانع حائط حاجز يمنع من إصابة الهدف، لن يصاب الهدف. وهذه هي العقلية التي ينبغي أن نتعامل معها عندما نريد أن نقوم بدعاء يقبله الله جل وعلا ويستجيبه. فالدعاء في ذاته لابد أن يكون دعاء سليما، ليس فيه إثم، ليس فيه قطيعة رحم، ليس فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، ليس فيه ترك للأخذ بالأسباب، ليس فيه سؤال للمستحيل، ليس فيه سؤال لحق الغير، ليس فيه طلب للمعجزات وخرق لقوانين الله جل وعلا في هذا الكون. هذا عن السلاح، عن الدعاء. أما عن الداعي الذي يحمل السلاح، لابد أن يكون قلبه حاضرا متصلا بالله جل وعلا مقبلا عليه موقنا بالإجابة، موقنا بالإجابة، فارغا من تعلقه بمن سوى الله جل وعلا وبما سوى الله جل وعلا. وكذلك ينبغي ألا تكون هناك موانع، والموانع كثيرة، وكل ما ذكرته الآن أمثلة ليس للحصر. من الموانع أكل الحرام في الحديث المعروف: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب لهذا. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موانع إجابة الدعاء. الاستعجال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو ما لم يعجل، كثير من الموانع.
فإذا راعينا كل هذه الاعتبارات وقعت الاستجابة قطعا متحققا. الله جل وعلا وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني دعاء حقيقيا مستوفيا للشروط أستجب لكم. وليس الأمر كما يظن الناس أن الموضوع هو علاقة شرطية، أنا أطلب طلبا والله جل وعلا يعطيني إياه. لماذا طلبت منذ فترة ولم أحصل على ما طلبت؟ يعني الأمر ليس، يعني مش أوردر والله الواحد بيعمله ومستني الدليفري، يعني الأمر ليس كذلك. وكل ما يستعمله الشيطان ضد الإنسان في مسألة الدعاء هو بسبب سوء فهم الإنسان للدعاء وللإجابة. هذا عن موضوع الدعاء. ماذا عن موضوع الإجابة؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أو أن يؤخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من المسلمين يحصرون مفهوم الإجابة، إجابة الدعاء، في الأول: أنا طلبت كذا ولم أحصل على كذا، نفس الذي طلبته لابد أن أحصل عليه وإلا الدعاء لم يستجب، نفس الذي سألت الله جل وعلا ألا يحدث قد حدث، إذن الدعاء لم يستجب. ويستعمل الشيطان ذلك ضد من تستجاب دعوته. يعني هناك من الناس من يستجيب الله دعاءه، يتقبله منه ويستجيبه منه وهو مستجاب الدعوة، ولكنه لسوء علمه، لقلة علمه، يتوقف عن الدعاء لظنه أنه لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه لا يفهم معنى الاستجابة، لأنه لا يفهم معنى الاستجابة. الله جل وعلا قد يستجيب دعاءك فتحصل على ما طلبت بالضبط، تطلب كذا تأخذ كذا، تسأل الله أن يبعد عنك كذا فيبعد الله عنك كذا. وقد لا يستجيب الله جل وعلا دعاءك فيحصل ما طلبت. غريب. يعني من الناس من يطلب من الله جل وعلا أن يحصل على قدر معين من المال، أو أن يتزوج امرأة معينة، ولسوء هذا الشخص ولأن الله لا يقبل دعاءه يقدر الله جل وعلا له ما طلبه عقابا له، عقابا له، لأن الله يعلم أن ما طلبه فيه هلاكه وفيه عقوبته وفيه خسارته، لأن الإنسان لا يعلم حقيقة ما هو خير له وما هو شر له. قد يطلب من الله شيئا يكون فيه هلاك، يطلب من الله سيارة معينة يركبها تكون قبرا له يموت فيها ميتة شنيعة، يطلب من الله عملا معينا أو أن يدخل إلى جامعة معينة أو يلتحق بكلية معينة وتكون تعاسته كلها بسبب هذا الاختيار الذي اختاره. فالإنسان لا يستطيع أصلا أن يقطع إذا ما كان الله قد استجاب دعاه أم لا، حتى ولو تحقق ما طلب، حتى ولو تحقق له ما طلب. سبحان الله، الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، ونحن نعرف عن العبادة أنه لا يمكن لإنسان أن يقطع بأن الله قد قبل عبادته. هل من الممكن أن تصوم رمضان ثم تخرج من رمضان وأنت تقول قطعا قد قبل الله صيامي، أو قطعا قد قبل الله قيامي، أو قطعا قد قبل الله صلاتي أو قراءتي للقرآن؟ لا يستطيع إنسان أن يفعل ذلك. بل إن الله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم والذين يؤتون ما آتوا من أعمال الخير، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأم المؤمنين عائشة أنهم يخافون أن الله لم يقبل منهم، فماذا يفعلون؟ أولئك يسارعون في الخيرات، يسارع إلى عبادة أخرى وإلى عبادة أخرى وإلى عبادة أخرى. فهذا ينبغي أن يكون الحال مع المؤمن: دعوت الله جل وعلا حصل ما طلبت أو لم يحصل، قد يكون الله جل وعلا قد استجاب لك وهذا هو المأمول، وقد يكون الله جل وعلا لم يستجب لك، فماذا تفعل؟ تجاهد نفسك
وتحسن من حالك وتحسن من دعائك وتدعو مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى استجابة لأمر الله جل وعلا. قد تسأل الله جل وعلا أمرا فيعطيك غيره لأنك تسأل الله خيرا، والله يعلم أن ما طلبته ليس بخير فيعطيك ما فيه الخير لك، كحال الطفل الذي يطلب من أمه طعاما ويشير إلى شيء لا يمكن أن يؤكل، إلى قطعة من البلاستيك عايز يأكل بيشاور على قطعة من المعدن أو قطعة من البلاستيك، فتستجيب الأم له فتعطيه شيئا يؤكل. صحيح أنه قد أخذ ما لم يسأل، أخذ شيئا غير الذي سأله، ولكنه كان يسأل شيئا للطعام وأعطي شيئا للطعام، وهذا هو أصل مفهوم الإجابة. الله جل وعلا قد يعطيك لأنك تسأل الخير واستجاب الله دعائك، قد يعطيك شيئا آخر لم تسأله، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصرف عنك من السوء مثل ما سألت. وكم من المصائب التي كانت لتنزل بالإنسان لولا أنه يدعو الله جل وعلا سائلا الخير، فيستجيب الله دعاءه بأن يصرف عنه من السوء مثل ما طلب من الخير. يعني إنسان يسأل يا رب أحصل، يعني يجي لي 20,000 دولار، ما تجيش 20,000 دولار، لكن الله جل وعلا يصرف عنه حادثا كان ليكلفه 100,000 دولار. الأمر هنا أنه لا يعرف ما صرف الله عنه، يعني أنت لا تعرف الغيب فلا تعرف ما الذي كان ليحدث وصرفه الله عنك. وهنا تأتي قيمة الإيمان. ما قيمة الإيمان؟ الإيمان بالغيب والتسليم لله جل وعلا واليقين بأن الله جل وعلا أعلم بك منك وأرحم بك منك، فتطيع الله جل وعلا فيما أمرك به من الدعاء وتلتزم بأمر الله جل وعلا مسلما الإجابة لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التوكل عليه وحسن وصدق الإيمان به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، قد يدعو الإنسان دعاء يستجيبه الله جل وعلا له ولكن يؤخره له في الآخرة، لعلمه جل وعلا أن نجاة هذا الشخص في الآخرة من النار متوقفة على ذلك القدر من الثواب الذي يعطيه الله جل وعلا له في الآخرة بسبب هذا الدعاء، فينجو يوم القيامة بسبب أن الله أخر له الدعاء. وكل هذا من الغيب الذي لا سبيل للإنسان ليعرفه، فلنتوكل على الله جل وعلا ولنعبده حق العبادة ولندعوه جل وعلا كما أمر. كلنا نتألم لما يحدث مع المسلمين في كل مكان، وخصوصا ما يحدث في فلسطين في غزة الآن، وكثيرون يقولون لا نملك إلا الدعاء، وإن كان هذا حقا ولا نملك إلا الدعاء إن كان شخص، الله جل وعلا يعلم مقدرة كل شخص وسيحاسب كل شخص على ما كان قادرا عليه. هؤلاء الذين لا يملكون إلا الدعاء يقال لهم إن كنت لا تملك فعلا إلا الدعاء فأحسن فيما تملك، أصلح علاقتك بالله جل وعلا، وتعلم كيف تدعو الله جل وعلا حقا، وتجنب الموانع التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تمنع الدعاء، حتى تكون رقما فعالا، حتى تكون مستجاب الدعوة، فتنصر إخوانك وتنصر المظلومين والمستضعفين بدعائك، لا أن تترنم فقط بما تحفظ من أدعية فلا القلب حاضر ولا الموانع متجنبة ولا الأوقات المستحبة مطلوبة ولا أي شيء. إن كنا لا نملك حقا إلا الدعاء فلنحسن فيما نملك. وختاما أقول لبعض من تأثر بمفهوم يعني بسوء فهم موضوع الدعاء والاستجابة أن ما ذكرته الآن هو أصل واضح من أصول الإسلام، ما يتعلق بالدعاء المستجاب وما يتعلق بمفهوم الاستجابة، وليس الأمر هروبا من فكرة أنا دعوت ولم يستجب لي، لأن الذي يستعمل هذه الحجة كحجة على عدم وجود الله مجانب في استعماله هذا تماما للمنطق ومجانب للعقل. ألم تسأل نفسك ماذا إن طلبت شيئا أنت تريد
علامة على وجود الله أن يستجيب الله جل وعلا لك ويعطيك ما طلبت بالضبط. طيب ماذا لو طلب غيرك نفس الشيء؟ هو شيء واحد وانت طلبته وطلبه. امرأة واحدة انت عايز تتجوزها هو طلب الجوزة. ماذا لو طلبت شيئا ليس من حقك، شيئا ليس لك، شيئا فيه ظلم لغيرك إن أنت أخذته، شيئا لا تستحقه؟ كل هذه التساؤلات المنطقية تهدم من الأساس فكرة استعمال الدعاء كوسيلة لإثبات وجود أو نفي وجود الله جل وعلا. تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان من أرض الإسلام. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم عليك بمن ظلمهم وبغى عليهم وتآمر عليهم يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم شر انتقام، ومزقهم كل ممزق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعيذنا من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.